انا نسجل تمام كويس، وانا راح اخفي الصوره تبعتي هاي. شوف انا اللي لفت انتباهي على شغله، شوف مثلا هنا هذا من الكتاب العاشر، وزارة شركة الاتصالات أن تكلفة إنتاج الأسبوع الأجهزة عددها سين يمكن تمثيلها بالعبارة هاي: بيع الجهاز الواحد مبلغ كذا جد اقتران الربح لبيع الأجهزة. وشو طالب منه؟ ثم استخدم التكنولوجيا لتمثيل الاقتران بيانيا. نعم. ذيك اليوم بعمل مقابلة مع أستاذ بقول له طيب أنت هذا مثلا الموضوع هذا كيف لك تدرسه للطلاب؟ قال هذا بنلغيه على طول. شو سوي؟ قال نلغيه، هذا ما بندرسه بيه. لا شو الدرس صار؟ لا بعدين هم بقول لك باستخدام الالات الراسمه برمجيه اكسل، يعني انا اكسل مش كثير فشايفه انه اله راسمه، يعني بعطيك القوه تحت الاله الراسمه. فهون مثلا لو اخذنا نفس استرعاني شغلي، طبعا انتم بتعرفوا هاي شغله التمثيل، طبعا راح تطلع معك هون 400 اكس مزبوط ولا لا؟ اللي هو الربع المبيعات عفوا ناقص، هاي ما حدا عنده مشكله فيها صح ولا لا؟ انه كيف تكتب انت قاعده الاقتران اللي هو راح تكون اكس تكعيب ناقص 2 اكس تربيع، اللي هو ايش قاعد بسوي انا؟ قاعد بكتب اقتران التكلفه ناقص 6 اكس. شوف الطلاب بصراحه من تجربه انا شفتها، يعني مش في منهم بيعترضوا، بصير بقول لك الانجليزي ومش الانجليزي يا زلمه، الطلاب ولا في اسرع منه تعلموا اكس وواي عادي بياخذها طبيعي. طب هاي عملنا انتر، طب وين الاقتران راح؟ ماني شايفه، خط اخضر بس. بس هو هيك شكله، مش هيك شكله، لا مش هيك، هو الاقتران تكعيبي. طب مش هيك بيكون شكله، هياته انا كاتبه اف بعدين. ايوه انا هذا النقطه اللي غير السير. ايوه ممتاز ابو حمزه. الان كيف اغير السكيل؟ في اكثر من طريقه. اول شيء اضغط على هذا الصليب اللي هنا وانزل بالمحور الصادي، طلع كيف؟ امسكه لما يصير زي وسوي نفس الشيء، سوي بالمحور الصيني وبلش يبين صحيح. صار ذهب. هاي واحده، هاي طريقه. إذا أول مرة يعني كيف عن طريق كأنك تعمل للمحاور هيك ضغط للداخل من أعلى ومن أسفل من يمين. شوف أستاذ دكتور ركز معي، هاي الحركة اللي عملها قدام الطلاب، أنت شو غيرت المفاهيم اللي عندهم؟ هسا أمسك النقطة الثانية، طب في طريقة ثانية يعني أكتشف خواص الاقتران هذا غير الطريقة اللي أنا سويتها؟ قول هاي بسيطة. طريقة انه ايش؟ تختار من السهم الابيض هون وتعمل كليك على الفانكشن نفسها. في هون اداة، خليني اتذكر مفيد، سلايدر. لا 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 خلي السلايدر كمان، شو السلايدر؟ في شيء بدي اقول لك، خلي السلايدر، السلايدر كمان شوي راح نحكي عنه. لا في عندنا تول هون اسمها ايوه هياتها، من وين جبتها؟ طلع من وين؟ انجل هون بالفيرجن القديم كانت هون، بالفيرجن الجديد هون. في شيء اسمه فانكشن انسبكتر، هاي فانكشن انسبكتر شو بيعطيك؟ انت بتختارها هيك وتختار الفانكشن اللي بدك اياها. شو طارق؟ بعطيك المينيمم والماكسيمم، المينيمم والماكسيمم والروت، وبعطيك الانتجرال، وبعطيك الاريا والمين واللينكث، وبعطيك الانترفل من كم لكم بدك اياه. بس ولا بوينت، اذا بدك تحط قائمه بالنقاط، جدول من النقاط، هذا بسموه ايش؟ الفانكشن انسبكتر. بعطيك السلوب، بعطيك اشياء كثير. هاي طريقه مثلا اني انا اكتشف منها من الجوجبرا كيف اطلع بعض المعلومات من الموضوع كويس. اذا جيت اخذت هيك طلع، شو كيف طلع؟ كيف الانفكشن از فيكتور، تقدر تمسك النقطه هاي وتصير تحرك فيها مثلا، تتغير المجال والمدى تاعك، شايف؟ تتحكم فيها بكل سهوله. يعني الاحمر هذا اللي بالاحمر، هذا اللي بالاحمر هو المجال والمدى، المجال اللي انا مختاره، اللي انا محدد.
هيو لد عليه وينه هيو هاي المينيمم وهاي الماكسيمم انا بحدده بدك تحدده في جوال امسكه منه هاي طلع بمسك النقاط وبحرك تمام هيك هاي طريقه ثانيه هسه نرجع للمساله والله نطلع عليها واقعيا هل هذه الفانكشن اللي احنا رسمناها بتمثل السؤال هذا عن جد يعني هون عدد القطع او عدد الاجهزه اللي بده يبيعها يعني هل ممكن يكون الاقتران متصل زي ما احنا شايفينه تمام الجواب لا فسر لي الاقتران مش متصل بالضبط يعني شو كنت تفسر لي واحد ونص يعني شو واحد ونص واحد ونص قطعه لا شو واحد ونص قطعه يعني طيب بعدين شو معنى السوالب ما لها معنى معناته من صفر الى اذا هي لازم تكون صفر واحد اثنين ثلاث شوف هسه تعال على النقطه الثانيه كيف ممكن امثل انا بس هو ترى هي بس مهارات على جيوجبرا مش اكثر في فانكشن جديده اسمها هيك فانكشن كابيتال اف تكتبها شايفين وين بكتب انا تحت تحت شوف هون شو طلع لي فانكشن فانكشن ايش احنا خلص اف نسميها اف ستارت فاليو اند فاليو يعني هون ايش بختار بختار هاي انا هون بتكتب الفانكشن بتحط بس اف ما في داعي ترد تكتب الفانكشن ستارت فاليو بتحط الرقم الكيا بدك اياه من وين لوين انت من صفر مثلا طلع هسه انا بدي العب لعبه قويه عشان نعمل سلايدر ابو حمزه بدي اعملها من ماينس اي طب شو هي اي اي از نمبر بس النمبر انا مش حاطه لسه هون بدي اعمله سلايدر من ماينس اي لاي بدي اعملها تقدر تختار انت قيمه محدده بتحط قيمه اذا بتحب ما بدك تحطها ايش فاريبل زي كونستانت فاريبل طلع كيف اعمل انتر مش مفهوم كرييت سلايدر قول له كرييت سلايدر الحين طلع كيف صارت الاي ايش اعمل بالضبط اتحكم فيها انا اتحكم في الاي هون من البروبرتي تاعتها مثلا بدك اياها من كم لكم انت مثلا من سالب 5 الى 5 لا انا بدي اياها مثلا من صفر لعند وين بدي اياها ل 20 كويس وبدي الانكريمنت تاعها 1 الانكريمنت المقصود فيه دكتور يعني طول الدرجه او طول ايوه 0 1 2 3 هيك يعني قفزات يعني ايوه كم بدك تمشي يعني كانت تعمل 2 4 أربعة نص قد ما بدك بتسويها خلينا نطفي الاف صغرة الفانكشن الأصلية طفيها كيف صارت الفانكشن الجديدة كيف نسمها لأني أنا طالبة من كم لكم هاي طالبة من صفر لعشرين لعشرين هسا ممكن تسأل الطالب سؤال انه انت لما طلع معاك واحد تبعده عني الواحد كيف طالعه طالعه هون طالعه سالبه طب ليش طالعه سالبه شو تفسيرها هي راح تطلع سالب 500 على فكره بس ليش طالعه سالبه شايف هون لعبت انا في المجال والمدى بكل سهوله عن طريق الفانكشن هاي بس برضو برجع بسأل السؤال مرة ثانية هل هذه اللي أنا راسمها الآن تمثل الفانكشن اللي بتسوي السؤال اللي بتعبر عن السؤال أتوقع لا كمان موضوع لا صح ولا لا لأنه أنت بدك إياها قيم منفصلة شوف هون في حركة قوية في الجوجبرا بتيجي على الفيو تختار سبريد شيت شو بتختار؟ سبريد شيت سبريد شيت حط القيم اللي بدك اياهم مثلا نبدا بزيرو احنا بتعرفوا اكسل بنعرف نشتغل على اكسل يعني نفس اكسل بالضبط عادي واضح بعدين باجي بحط له فانكشن يساوي الخليه هذه زائد واحد حطيت فانكشن حطيت يعني زي قاعده شو بتقول له؟ دراج ات دروب ات هيك لوين بدك توصل مثلا ل 20 ل 25 وات ايفر
هيا القيم. القيم من ايش؟ من صفر لعند 25. الان تيجي هون على الخلية الثانية بتقول له f of الفانكشن اللي هون a1، يعني f of ايش؟ يعني انا بدي احسب القيمة a capital 1 تفاعلية، العدد اللي موجود في الخلية a1. اعمل انت اجيب لك اياه وتسحب. ايوه صار 500 على فكره، وبعدين شو اسوي؟ كوبي ات مجال يعني تماما. انا بشتغل قاعد جايبين كلياتهم. الله انت يا المعلم انت. الحين شو اسوي؟ طلع الحركه اللي بدي اسويها، بدي اضلل العمودين طالعه على فكره. لا حلو عندي انا بالحساب القدم عندي. يلا نصور وبعدين شو اسوي؟ امسك رايت كليك في اي خليه. من عندي كرييت قول له ليستد بوينتس. اعيدها مره ثانيه. شو سويت انا؟ ضللت الدومين تاعي. هلا انا مكبر الشاشه ترى شوي لاخنتني. هنا رايت كليك واحده من الخلايا، في عندك كرييت قول له ليستد بوينتس. شوف لد عليها كيف صارت؟ هسه صح 100%. اي 100%. طلع هيك اوضح. هيك صارت اوضح. هذا نقطة النقاش اللي قاعد بنسوي فيها. طب مين منهم الفانكشن اللي بولينوميال؟ رجعت كلنا انا. هاي الليست. عندك الفانكشن هاي الجي اللي كانت فيه دومين معين، حطينا لها دومين معين. الاف اللي هي رسمناها بشكل كامل. طب مين منهن الكثير الحدود؟ بس هيك هذول دكتور ديسكريت بوينت يعني. ايوه ديسكريت بوينت. طيب هي هل هاي كثير حدود؟ هذا تعرف سين؟ لا ما اعتقد هذا. لا مو لا مش كثير. انا هنا يعني ما بعرف انه هل المثال هذا موفق ولا كان المفروض يتعدل انه مثلا ينحط مكانه مثال يكون الفاريبل تاعه كونتينيوس زمن مثلا، او صح ممكن، او وزن او طول. عرفت كيف؟ صح، لانه منطقيا ما في اللي يخليك ايش يعني تكون منطقي في متصل. في العرض منطقي في العرض. هي تريك حلوه يعني السؤال مش غلط، بس كيف بقوله البدايه تبعته لو كانت مثل الطريقه ساعتها انا ما بين معي السوالب اصلا. صحيح. وما لازم يكون عندي سوالب، ولازم اعرف انه مجالي انا شغال من صفر مثلا لكم. طب هون ايش بيعني السالب؟ هون مثلا عند الصفر طالع سالب 500 فعلا. يعني هل التكتب بالسالب كمان؟ ايش يعني هاي؟ لما باع صفر قطعه، لو نرجع للفانكشن بتكون في عليه تكلفه ثابته 500 دينار مثلا، اجار محل ممكن. هو لا هذا عليه بده يدفعه. يدفع راح يدفعه. بعدين بصير يبيع قطع، كمان لما يبيع قطعه بظله خسران 93 دينار. ما لحق التكلفه بعده. لما يبيع قطعتين بصير ربحان 312 دينار. بلش يربح صح. ايوه اميت بجي باخذ على قيمه هيها مبينه قدامه. عند قطعه 12. عند قطعه 12. اذا باع 12 قطعه، طب ليش؟ فسر لي. طب ليش بعد 12 قطعه بصير ينزل؟ طب ما هو المفروض لما يزيد عدد القطع المفروض الربح يزيد. المنطقي الربح يزيد. طب هاي قاعد بينقص يعني مثل هيك. طب ليش قاعد بينقص؟ بعد شوي اللي عليه هذا الاقتران ما دكتور، هذا الاقتران التكلفه مش الربح، صارت تقل التكلفه. لا. اعتقد هذا الربح. انا اقول لك الربح حطيته دقيقه شوي. هاي الفانكشن حطيت 400 اكس عدد القطع في سعر القطعه، عفوا سعر القطعه وربح القطعه. صحيح صحيح هيك حطيت حطيت الربح انا. الايراد ناقص التكلفه حطيت انت. ايوه المبيع ناقص التكلفه.
المبيع ناقص التكلفة. طب إيش تفسيرك إنه كل ما زاد عدد القطع بقل الربح؟ صح والله. واضح التفسير، واضح إنه التكلفة بتزيد. أيوة. فهاي الأوبتمايزنج تاعك، أعلى قيمة عندك لما تبيع 12 قطعة. نعم. إذا بعت أكثر من أو إذا انتجت أكثر من 12 قطعة راح يصير عليك تكلفة إنتاج أعلى من المبيع اللي راح تسوي. هذا اللي بيصير الورطة السياد مثل مصانع الإسمنت، المصنع ما بيقدر يوقف. هو القاعدة بيع كثير بيجيك ربح كثير. طيب. بس في عندك في المعادلة التكلفة، أنت بدك تنتج أكثر، بدك تكلف أكثر. فبصير الموازنة هنا كيف إني أنا أبيع أو عفواً أنتج وأبيع بحيث تغطي التكلفة ويطلع فائض عندي. أيوة. أي أي مثلاً تفسير حلو. بس أنا اللي هنا ما بعرف الرسالة ممكن وصلت إنه كيف أنا مثلت الفانكشن اللي هي كثير الحدود الأولاني، وكمان الثاني بنعتبره كثير الحدود حتى لو أخذناه يعني من مجموعة جزئية من حاء إلى مجموعة جزئية من حاء، لكن الأخير هذا نقول عنه يسلك سلوك كثير الحدود، لكنه مش كثير الحدود اللي هو النقاط المنفصلة. يعني مش كثير الحدود، هي تسلك سلوك كثير الحدود محمولة على اقتران كثير الحدود، لكنها مش كثير الحدود. بس أنا هاي النقطة اللي حبيت أشارككم فيها، ما بعرف شفتوا المهارات اللي فيها كيف إنه ما يعني أكتب الفونكشن مباشرة على الإنبوت أو إني أعملها على الإنسبكتر اللي وجبته من هنا. سوري دكتور عصر السؤال مرة ثانية. عندي فصل ما كملتش معك الآن، ليش الاقتران هذا ما سلك سلوك كثير الحدود؟ لا هو يسلك سلوك كثير الحدود المنقطة، لكنه ما بنعتبره كثير حدود. ليش؟ لأنه مش متصل، اللي هو احنا مثلناه بوينت ديسكريت، بس هو بالأصل مش متصل. لا مش متصل، ما هو كتكلفة أبو حمزة حسب الإنتاج، ما في إيش اسمه إنتاج. حسب طبيعة السؤال أبو حمزة، ارجع لطبيعة السؤال، أنت إيش فسر لي إيش يعني أبيع جهاز ونص؟ أنا يعني طبيعة المتغير سين عندك أنت مش متصل، فما بعرف نصيحة مثل هذا المثال. يعني أنا لو إني أغير، هو طبيعة واحد أغير المثال وأخليه مثلا سين تمثل وزن تمثل طول، صحيح. يعني يكون طبيعة المتغير أصلا متصل. صحيح صحيح، والله لو كان وزن ممتاز، لأنه ممكن حتى لو قلنا مثلا فاكهة معينة أو فاكهة معينة فيها ممكن تكون فيها جزء عشري. نعم ممكن يكون في انترفل يعني من إلى. أنا استوعب. صحيح. حتى فهمت عليك، أنت قصدك أنه نص المثال نفسه الكتاب اللي هو لا يحقق مثلا خلينا نحكي الغاية من الدرس كثير الحدود. بالضبط، هو مش مثال جيد على كثير الحدود. صحيح. بعدين أنا يعني اللي بقوله إحنا الآن أنتم مشرفين وأساتذة ما شاء الله عنكم، يعني خلي المعلمين يا أخي يستخدموا هاي الأدوات، هي متوفرة وسهلة، الطلاب على موبايلاتهم يجيبوها. بعدين لاحظ أنت مليون شغلة حكيتهم ووضحتهم بس من خلال الرسم، وبصير إشي منطقي. بصير بطل يسألك والله إحنا ليش بندرس هاي، وهاي من وين إجت، وهاي كيف إجت. يعني معنى أكثر عنده. بعدين شوف لعبنا كيف في الانترفلز. نعم. نايف الصحيح هاي شبك معنا. هاي أخت عزيزة علينا اليوم أجت قابلت عندنا في الاحتراف، فإن شاء الله يكون نصيبها معنا تتعين معنا. أهلا وسهلا. وهاي أمامها من أصدقاء العزيزين يعني. لازم تعطينا رقمها عشان نضيفها على الجروب. منضيفها بعد ما أخذ إذنها طبعاً، أنا لسه ما أخذ إذنها، لازم أخذ إذنها أول. الأستاذ نايف الصلايطة معنا كمان. يا سيدي أهلا وسهلا. مرحبا. يا أهلا فيكم. الله حييك يا سيدي، أهلا وسهلا بيك. مساء الورد، وشرفنا نكون معكم. يلا يخليك. أنا طبعاً الجلسة كلها تسجلها، إن شاء الله بحطها على اليوتيوب على القناة تبعتي. الله يجزيك خير. اللي بقول يعني إنه شايفين هاي الخدمة مثلاً ممكن نستخدمها إحنا كلنا مع بعض، مثلاً نقعد نناقش في موضوعات معينة أو أسئلة معينة أو أفكار. يعني ممكن كل واحد يجيب من عنده شغلة ويعرض للجميع.
نستفيد من بعض اكثر يعني هيك بكون. بس اشوف ابو حمزه شغله بدي اعطيك اياها كمان. لا وين اكرم؟ هاي اكرم. اكرم هسه ياك بدي اياك انت تمسك ماوسك وحرك الاي هاي. انا شغال على التليفون ابو معاذ. ماشي على الايبيت بصبعك، حرك بصبعك. روح على الاي، روح على الاي وحركها. مو ظابطه معك؟ على الكل دوت هاي السلايدر هاي. اه السلايدر هاي اليون. حرك اشوف ايدك هيك على الشاشه. مو ظابطه؟ مين معاه لابتوب؟ طب فيكم طب اعطيها للدكتور حسين. مين معاه لابتوب؟ حاول انزل فيه. ايوه دكتور حسين بدي اعطيك الدور لك. يلا ماشي خلينا نجرب. جرب دكتور حسين، حرك بالماوس. وين الاي؟ هاي الاي اللي عندها 92. انت بس شوف الايد حركها، شوف تتحرك معاك ولا ما تتحرك. ما يزابطه؟ لا معناته مو محركه. لا ما يزابط. خلينا نجرب دكتور نايف. دكتور نايف داخل من موبايل ولا من لابتوب؟ لا والله من موبايل. انا كنت داخل من الموبايلات. شايف لو انك معي على الديسكتوب تاعك او على اللابتوب تاعك بتصير انت تشتغل بدالي، تكتب مكاني هون على الشاشه وتحرك وتعمل كل شيء. يعني بتوقع على الموبايل مو شغل. شكله مع الموبايل لو على الايباد بتشتغل اتوقع، لانه على الايباد مجرب. دكتور تكتب كمان اقترانات جيب وجتا وظل امور زي هيك، هاي كل شيء. اي شيء اي شيء، حتى شو اسمه قول معي المطلقه درجي. ها اقول لك لو ايش بنسولف احنا. طيب خلينا نطبق. امزح. خلينا نعمل السكيل شوي، نغيره نرجعه هيك صغير، يعني خليه وحدات هيك اثنينات بس عشان يجي بسيط. تمام هيك يا سيدي. تمام روح على الانبوت اللي تعلمنا صح. ايش بدك السياد؟ كثير الحدود اللي بدك الدرجي اللي هو الفانكشن بالانجليزي فلور اسمها. فلور اكس. فلور فلور اكس. اعمل انت. طلع صح يا رجل. بس ما بجيب لك الدائره. اها ها بجيب انت بها. تتحايل عليها شوي. لها حركه شوي. تتحايل عليها. ما بطلعك يعني تلقائي. لا طيب افرض بدك مش فلور اوف اكس، فلور اوف ساين اكس يا سيدي. انت مش بتقول لي ساين. ساين هاي عادي. فلور ساين اوف اكس. شو بتتوقع يطلع شكله قبل ما نبلش؟ فلور ساين اكس بيطلع زي الخط بس مائل. شوفوا كيف طلع شكله. خلينا نزغل السكيل شوي. وين راح؟ تحت هيو خطي. انت لاد عليه مال اكثر من واحد. اثنين قبال بعض صار. بس اثنين هي كثار. لد عليه. طلع كيف الاولاني طبعا بقدر اغيره للبايات انا اذا بدك تشوفه مظبوط. احنا بنعرف انه بتحب تغير السكي هذا الاكسس الاكس اكسس. طيب بقدر اجي اضغط عليه زي هيك واخلي السكيل تاعه الجرافيكس احنا ايش بدنا الاكس اكسس. بدنا الديستانس مش ارقام. بدنا اياه يطلع باي اوفر 2 بايات يطلع. شوف طلع كيف طلع. ايوه صفر لباي الجواب واحد للساين. لا ايش واحد؟ معك دكتور. نعم انا مش شايف كويس ترى. هيك طالع كم الجواب؟ طالع صفر صح؟ وهون طالع سالب واحد. من باي لاثنين باي طالع سالب واحد. ومن 2 باي ل 3 باي على 3 باي طالع صفر. ولا هاي كم؟ والله ماني انا شايفها. لا صفر مبلا. هي انت شايفه كيف؟
إذا بدك بنغير لونها بتبين أكثر. هاي الكلر خليها بالأحمر عشان تبين هيك. كيف رسمه؟ هسا إذا بدك ترسم معاه كذا اقتران بكل سهولة. هسا الأحلى من هاي هو الشغلة الأقوى من هاي. افرض ان بدك ترسم انت على شيء على شكل سلايدر ايه مثلا ساين مثلا بي اكس او اكس خليها وزائد بي كويس عملنا له انت بقول لي انت عندك في هون بي لا بس سلايدر فور بي لا اعملها غلط في شيء هون مش شايفه مش فاهمه هاي ايه ساين فيها ما شيء ثاني ترى تشوف لازم لا عملها ساين انفرس في ما ساين انفرس تعمل ضرب ايوه ضرب بعدين هون اعمل له انتر هسه شو بيسوي لك هون كفانكشن كامله قال لك بدي اعمل لك سلايدرز لاي وبي شوف هسه الاي لايش صارت هون ايش بتمثل الاي هي الاي حركها كأنه السعة والدورة A و B هو مش السعة والدورة هو انسحاب للأعلى والسعة مش الدورة هسا لو بدي أسوي الدورة شو لازم أغير ال B مسؤولة عن انسحاب لأعلى ولأسفل ال A مسؤولة عن السعة والإنقباض إذا سالب تلاقي انقلبة اللي فوق لتحت طيب كيف بدك تغير السعة نرجع للفانكشن نفسها لك تحط هنا x plus مثلا c صح هذا كانه بيعمل له انسحاب لليمين او لليسار او يسار بالضبط هاي عملنا سلايدر سيركلر ديفينيشن في شيء غلط هاي ايش الاف اللي بالاخير هاي عيدها كان في اف في اف زياده ورا الفانكشن اخر الفانكشن كان في اف بجوز كاتبها بالغلط بالغلط مكتوبه بجوز مكتوبه بالغلط هون مثلا تقدر تحط اذا بدك سي اكس سي تايمز اكس عشان نكون دقيقين ايوه دوت ايوه بلس مثلا دي كويس قول له ابلاي بده يعمل سلايدرز لسي ودي هذول طلعوا تو سلايدرز جداد شوف هون هاي دي وهاي السي خلينا نغير السي نشوف شو بصير تغيير ماشي ابو حمزه معك والدي طبعا ليش مسؤوله عن انسحاب يمين ويسار يعني كل واحده صارت مسؤوله عن شغله مختلفه شوف هنا كيف بضربه واحده مثل هاي بتدرس سلوك الاقتران كامل هسه بكل بساطه غير الفانكشن يعني حطينا ايش اي ساين يا سيدي بدل ساين حط ابسوليوت فاليو A, B, S بس وعمل انتر قل له apply it اوكي اجاب لك اياه هسه العب في هذولا ولا في اسهل من هيك العب في البي في السي الله انه رائع وبعدين سهل يعني التعامل معه من ابسط ما يمكن الحلو فيه هذا يعني للمدارس ممتاز للطلاب ممتاز يعني ماشي على يعني هيك تفضل ابو حمزه هيك الانسحاب بطريقه مباشره وسهله وبعدين انت بتقدر تعطيه نشاط للطالب انه استخدم انت السوفت وير هذا واعمل لي كذا اعطيه تحديات يعني من الاسئله ممكن تعطيه اياها ترسم له رسمه جاهزه انت ما تعطيه القاعده قل له انت استخدم لي البرنامج خلي البرنامج يساعدك انك انت تطلع القاعده ممكن تعطيه مؤشر مفيد قل له هذا كثير حدود من الدرجه الرابعه او اقصى شيء من الدرجه الرابعه ما تقول له انت من اي درجه قل له اقتران كثير حدود تمام اعلى درجه له الدرجه الرابعه وما تعطيه ولا معلومه وخله هو يحاول يكتشفها
تقدر تعقدها وتقدر تبسطها بناء على المستوى اللي انت قاعد بتسويه، تعطي له تاسع وعاشر اول ثانوي. طبعا الباقي الشغلات كلها موجوده فيه، يعني تحسب مساحات محيط، تقدر تستخدمه هندسه بس بيور هندسه الحال. في شغله ثانيه يعني حاب اشاركوا فيها برضو، انت عندك بالفيو هنا في عندك شيء اسمه 3 دايمنشن، 3 دايمنشن جرافيكس. دخلت على 3 دايمنشن جرافيكس، شوف شو طلع لك. شو طلع لنا هون؟ ال 3 دايمنشن كل شيء عامله 2 دايمنشن طلع لي هون 3 دايمنشن. لو لغيت من هون شايف كله باللغة. يعني سوينا شيء جديد احنا، يعني طازج من اول. شوف انا هون ايش بدي اياها، ايش بدي اياها مثلا في العاشر لما باخذه اللي هي المعادلات اللي يكون فيها ثلاث متغيرات، يعني مثلا 2x plus 3y minus z يساوي مثلا 3. شوف كيف رسم لي اياها. عشان يمكن هون تفهموا ايش معنى انه حل وحيد لنظام مثل هذا النوع. يعني كيف انه هذا 3 دايمنشنال لما يجيك اكس واي زد عندك بصير تقاطع ثلاث مستويات، اذا طلع التقاطع زي الهرم في نقطه واحده معناته في حل وحيد، ممكن يكون التقاطع اثنين يتقاطعوا والثالث ما يتقاطع معناته ما في حل للنظام ككل. يعني شغلات مثل هيك تقدر توضحها بكل سهوله. في شغلة ثانية صحيح حلوة، يعني هاي بسيطة كمان شغلة حلوة بس على 2 دايمنشن. لو انت بدك تحل نظام متباينات مش معادلات، نظام متباينات باستخدام هذا البرنامج، مثلا اعطيني متباينتين، ناخذ متباينتين مثلا 2x، اي متبايناتكم اياهن. طبعا لو كان كبير ما في مشكلة، هسا كيف بدك تجيب اقل من او يساوي مثلا؟ شفت مع كذا من هون، اكتبها من هون من عند الالفه هاي، بعطيك الرموز. مثلا اقل من او يساوي بدك اياها 4. شوف ليد على طول رسمها. طيب وين جبتها دكتور عفوا؟ وين؟ من هاي، هسا برد بعيد واحده ثانيه، اعطيني واحده ثانيه. مثلا 3x ناقص 2y الزاوية هاي. مثلا اكبر من هاي، شفتوا طلع وين ابو حمزه ضربت؟ تحت. اكبر او يساوي. طب افرض ما بدك اكبر او يساوي، بدك اكبر. ما في اكبر هون، لد عليه ما في اكبر. من الكيبورد بجيبها. الكيبورد اللي هي شفت مع حرف الزين. مثلا خليها 3. شوف كيف؟ المنقط طلع ومنقط. ما انت تحلها يا يعني جاب لك يا 100%. طبعا بتقدر تلعب بالالوان بكل سهوله، بتعمل رايت كليك على اي واحده منهم، تيجي على الاوبجكت بروبرتيز وبتغير اللون. مثلا بدك هذا احمر عشان يميز المناطق. ما شاء الله. طب افرض جبت كمان واحده ثالثه، بس بتعجك ترى. يعني مثلا لو جيت حطيت ايش، نقلوني اي شيء، ناخذ واحده سهله. واي مثلا اقل من او يساوي مثلا 3، عشان انا بدي منطقه هيك تقاطع يعني تسكر قدامنا. نشوف نلعب بالسكيلات. هو تلقائي بعطي الالوان دكتور صح؟ بالضبط. هسه بتقدر انت تلعب بالالوان عشان توضحهم، بس حتى لو يعني حتى لو وضحتهم لد عليهم كيف يا اخي معجقات والله. انهم ممتازات. طلع الحركه اللي موجوده في الكتب الاجنبيه، البريطانيين ما بيظلوا للمنطقه المطلوبه، بيظلوا للمنطقه اللي مش مطلوبه. معايا ابو حمزه كيف؟ انت المتباين المنطقه المطلوبه، ظل المنطقه اللي مش مطلوبه. ليت كيف برجع على نفس اي متباينه بعمل عليها بارتز. شوف هون عندك في البيسك، لا مش في البيسك، طول بالك علي، في الالجبرا ستايل، سوري في الستايل، بتروح على الستايل هون في عندك اسمه كلمه انفيرت
او انفيرس فيلينج. شايفها هاي تعبئه عكسيه جبتها من الستايل. يعني بقول له ظل المنطقه غير المطلوبه، امسك الثانيه اقول له انفيرس الفيلينج، والثالثه اقول له انفيرس الفيلينج. ليش اعطاني؟ طلعت فاضيه صح. اعطاني المنطقه البيضاء، المنطقه البيضاء هي المنطقه المطلوبه، هاي منطقه الحل. دكتور لو بدي انسخ الرسمه هاي في لها طريقه كمان تنسخها؟ يعني صوره، تاخذها صوره او انقلها على وورد او على موقع معين حتى تستفيد منها. لا في اسهل منها، لد علي، بتروح على فايل، شايف علي كيف؟ وفي عندك اكسبورت بي ان جي. تمام، تصدرها تصدير، تصدير ولا في اسهل منها، طلع لك يا صوره على كيفك. والله ممتاز. جرافيك فيو انيميشن بدك اياها كمان، جيف انيميتد جيف بيسوي لك اياها. والله يا اخي رائع. بيوت كليب بورد جرافيكس از بي تي اس تريكس، مش عارف ايش، ترى شغال على مستوى عالي الزلمه. تقدر تعملها اتش تي ام ال ويب بيج وتصدرها، يعني تعمل اكاونت عليهم الجماعه، تعمل اكاونت عندهم زي ما انت شوف. انا اسمي طلع هنا، انا مكتوب عندي هنا اني ساين از ايش، دكتور مفيد ابو. صحيح. لو جيت قلت له انا مش هيك، قلت له اكسبورت از اكتيفيتي ويب بيج، بحطها على البوك تاعي. ايوه. لها تايتل هون، وبحط لها وصف، بحط لها انستركشنز، وبعمل لها ابلود. طب وين بتروح؟ شفت اليوتيوب؟ عندهم هم تيوب لهم، الجوجبرا لهم لحالهم. انا موقعي، اذا بتروحوا على موقعي مفيد ماث دوت كوم، هذا موقعي اللي انا عامل عليه الاشياء في وسائل التفاعليه جوجبرا. اذا رحت عليها، سوري، وسائل التفاعليه في الجوجبرا، بتلاقي عندي هنا ايش؟ وسائل التفاعليه كثير مجهزه بصراحه، بجهزها مرات على الطلب. يعني هاي كتابي على جوجبرا، لما تروح على كتابي على جوجبرا بتلاقي الوسائل التعليميه اللي انا مسويها على جوجبرا اللي لي خاصه فيها هذه، أو اللي عجبتني. شباب مثلاً أي وسيلة من هاي الوسائل تقدر أنت تأخذها، مثلاً تاعت الزوايا المحيطية، الزوايا المركزية، العلاقات بين الزوايا، في بعض مسائل اللي هي تاعت التوجيهي، يعني حسب إيش بدك إياه، في على 3 دايمنشن، في على الروتيشن، الزخرفة الإسلامية، مليان، يعني بتلاقي وسائل كثير موجودة. هذا مثلا شغلي، لكن بدك تروح على شغل غيري بتلاقي مليان ناس كثير شغاله. لو جيت على اللي وراها كمان، هو انا في الجوجبرا، وسائل تبع الجوجبرا، بتلاقي في وسائل انا حاططها، مو كلها الي انا، يعني انا مستخدمها، معربها، في منها معربها. بس هيات لو جيت على اي وسيله من هاي حابب تنزلها عندك، مثلا اخذت هاي الوسيله فرضا، حابب تنزلها عندك، بس يكون عندك اكاونت. أيوة. يجي على شير هنا، يعني هذا زي يوتيوب بس خاص في مين؟ في الجوجبرا. تعمل شير، طلع هنا ايش بالشير بدك تسويها، كوبي لينك، بتاخذ اللينك، بدك تاخذها على اكزيستنج جروب، على جوجل كلاس روم، ون نوت، جوجبرا تايم لاين، الى اخره. اخذت تاخذ اللينك تعطيها للناس، بصيروا ايش يستخدموها داخل الصف مباشرة، يعملها داونلود طريق الرابط مباشرة. بالضبط. تقدر تعمل كوبي من الاكتيفيتي، تقدر تعمل له اوبن من الاب او تنزله عندك، وشو تسوي فيه؟ انت تعدل عليه. لذلك الواحد حتى يقدر يعدل عليه لازم هو يعرف شوي الاساسيات. في كمان شغلة حلوة، لما تصدر انت وسيلة من هاي الوسائل على الجوجبرا، تقدر تعملها امبيدد داخل ويب بيج. انت بتغيرها، يعني عارف كيف، بتصير زي ايقونة جوا صفحة الويب، غير البيكتشر، هاي غير انك تسوي بيكتشر، وهاي ستاند الون، يعني ما بحاجة انك تشغل، يعني مو شرط المستخدم يكون عنده الجوجبرا اصلا. ايوه. شوف هي دايناميك، يعني بتحرك فيها زي ما بدك، يعني كل واحدة إلى نظام بتحرك. أشوف هاي السلايدرز تغير القيم بحسب تغييرك للشكل، حسب تغييرك للشكل. مو صعبة، يعني إنجاز إن هذولا مو صعب،
بس بدك شوي تكون يعني هيك متالف مع السوفت وير. هذول الممتازات يعني مستخدمين للعرض ممتازات. المحل الهندسي برضو كان رائع يعني شغلته حلوه. شوف انا بحرك النقطه دي شوف امشي عليها بعطيك الالبس. تقدر تكبرها اذا بتحب يعني هاي تخلي الصوره اكبر حسب البيج. كان في طريقه للامبيد خلها فول سكرين. خذناها فول سكرين. نهاية المحل الهندسي بدك تمسح بتقول مثلا كنترول ايش اف ممسح برد بعيد من اول. هذا كله مش من عندك، هذا من امكانيات الجوجبرا نفسه ما شاء الله. هسه شو الجديد اللي عملوه كمان شغله حلوه عملوها، عملوا على الموبايلات اذا بتشوفوا في شيء اسمه غير الجوجبرا كابلكيشن يعني عملوا في شيء اسمه اوجمانتد رياليتي وهذا كمان حلو يعني بيخليك كيف هذول بيلبسوا نظارات بصير يشوف المجسمات قدامه. عاملين ابلكيشن زيه على الموبايل بس للموبايلات ما شاء الله. فما بعرف انا اللي بقوله بس يعني اللي بشجع عليه انه لو وزاره التربيه والتعليم يعني واحنا حتى كلياتنا هيك نصير الكل يستخدمه مع طلابه ومع مدرسينه ومع يعني كل واحد بموقعه. والبرنامج فري اوبن سورس ومن اروع ما يمكن. شو بدك احلى من هيك؟ والله البرامج المحترفه ما بتجيب اللي بيجيبه. صحيح. المدارس ممتاز للتدريب. نزلوا عادي من جوجل نكتب جوجبرا ينزل عادي. لد علي ولا بدك جوجل ولا شيء. اكتب هاي من هون ادخل عليه اسمه جوجبرا جيو جبرا دوت اورج اورجانيزيشن. هاي الصفحه الرئيسيه تبعته جوجبرا دوت اورجانيزيشن ORG. بدك تقرا هون تمشي عليها اي ابس داونلود. هي انت شايفها اضغط عليها بعطيك الاوبشنز. بدك اياها جراف كالكوليتر نعم في نفس الابلكيشن داونلود هاي ولا غيرها؟ هو الابلكيشنز داونلود بالضبط. هيا طلع لي عليه ابو حمزه شو اعطاك. بدك بس جراف كالكوليتر بس فانكشنز. بدك اياها 3 دي جراف بس. بدك اياها جيومتري بس. بدك اياها كلاسيك اللي انا بشتغل عليه اللي هو جيوجبرا كلاسيك 5 اللي انا بشتغل عليه. في جيوجبرا كلاسيك 6 احدث. في الاوجمانتد رياليتي اللي حكيت لكم عنها. وفي للموبايلات. ما شاء الله. كل هذا الاوبشنز كله فري واوبن. انا هذا اللي بشتغل عليه. بس كلهم ترى زي بعض. هذول واحد اثنين ثلاث هذول بارت من هذا. بس تحديث يعني شكله تطوير على لا, لا مثلا متخصص انا بدي اعمل بس جيومتري ما بدي لا يحط فانكشنز ولا يشتغل لي على الفانكشنز. فهمت عليك. بنزل بس الجيومتري. بدي اياه مثلا بس جراف كالكوليتر بس انا بستخدم هاي بس بنزل هاي. بدي اياه 3 دي جرافيك بس هاي. بدي كل اوبشن بختار هاي خمسه. حتى في الفول اوبشن انا بقدر اغير المنيو. شايف المنيو هذا اللي فوق؟ مش كل واحده في وراها قصص هيك. انا مرات بخاف اني اروح اعملها للطلاب زي هيك الطلاب يتلخبطوا. شايف كل المنيو هذا بعدين اعمله كاستمايز اشطب كل شيء ما بدي اياه. طبعا بقدر اقلبه عربي كامل اللانجويج حط عربي ايوه قلب عربي ويصير يكتب حتى الحروف الف باء جيم اللي بدك اياه عشان والسكيل كمان عربي. بكتب كل شيء عربي بس الفانكشنز تحت بدك تكتب انجليزي يعني ما بفهم سين صاد بفهم اكس واي. لا السكيل نفسه اللي على المستوى البياني بالعربي ولا بالانجليزي؟ بقلب عربي بضل ارقامه هندي عربي الارقام العربيه بس ما بصير هندي بس باخذ لوجيك يمين يسار. الاعداد بالانجليزي وبالعربي نفس الشيء ترى ما بتغير شيء. الاعداد بالعربي وبالانجليزي ما بتتغير. راح يظلها نفس الشيء بس النقطه مثلا بالانجليزي مثلا بيعمل لك الزوج المرتب 2 و4. شو بيعمل؟ بيعمل 2 بعدين 4. بالعربي بيقلبها بيخليك 2 بالاول يعني يمين ويسار يعني عارف كيف.
اول ما كانت يظل يطلع لك اياها بالانجليزي شمال يمين، هسه صار يسويها. طبعا فيه بتقدر تكتب عربي عليه بكل سهوله، بس انا ما بحبه بالعربي، بحسه بضيعني. يعني اللغه بختارها انجليزي، بحسها اريح لي في التعامل. متعودين عليها باللفظ الانجليزي بلاقيها اسهل في التعامل. طبعا بحر هذا لسجل عباره عن بحر. معاد سجلته انت كله هذا؟ كله سجلته. لانه بل كنا نزلنا على الموقع عشان يشوفوا الاخوان ان شاء الله. مرات على اليوتيوب تاعي. حلو. عندي قناه، بالقناه في شيء اسمه فور تيتشرز، راح احطه معاه. ممتاز. قصدي تودي الرابط، تودي لكم اللينك. ايوه ودي لنا بس اللينك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا ابو معاذ.